مجمع الصناعات الكيماويه بأبي رواش بيقع على مساحه 250 فدان، وبيتكون من 5 قطاعات انتاجيه بتضم 21 مصنع كيماويات، بالاضافه الى عدد من المنشآت الاداريه والخدميه. قطاعات الانتاج: القطاع الاول الكلور والصودا الكاويه وبيضم 4 مصانع. القطاع الثاني الغازات الطبية والصناعية وتضم 5 مصانع. القطاع الثالث المبيدات الزراعية والأسمدة السائلة والصلبة 4 مصانع. القطاع الرابع الأيروزولات والمبيدات الحشرية المنزلية 4 مصانع. القطاع الخامس المطهرات ومواد التعقيم 4 مصانع. سيادتك يا فندم، شرفتنا في 2019 لافتتاح مصنع فوق أكسيد الهيدروجين ومصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، والنهاردة سيادتك مشرفنا لافتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية رقم 4 ورقم 5، بالإضافة إلى محطة توليد الطاقة الثلاثية، ليصبح إجمالي عدد مصانع مجمع الصناعات الكيميائية بأبي رواش 23 مصنع. وهي أوامر يا فندم.
تمام يا فندم. رائد زكريا السيد عبد الرحمن قائد غرفة التحكم الرئاسية لقطاع الغذائيات الطبية والصناعية. أستاذ سيادتك فندم في تقديم الغرفة. غرفة التحكم الرئاسية لقطاع الغذائيات الطبية والصناعية تدار من خلال أنظمة التحكم الآلي، وهي مسؤولة عن متابعة وتأمين سير العملية الإنتاجية في جميع مصانع قطاع الغذائيات الطبية والصناعية، السيطرة على نقل وتداول منتجات المصانع، إمداد المستشفيات على مستوى الجمهورية بالأكسجين السائل. الغرفة تدار بواسطة طاقم مكون من عدد 6 أفراد بيعملون على مدار ال 24 ساعة بالنظام الورادي، يعملون على عدد 6 شاشة. شاشة رقم 1 وبيتم من خلالها يا فندم متابعة سير العملية الإنتاجية في مصنع الغذائيات الطبية والصناعية رقم 1 و2 و3. مصنع رقم 3 يا فندم سيادتك شرفتنا بافتتاحه في نهاية شهر أكتوبر 2019 وكان لي دور كبير جدا في تخطي أزمة كورونا. شاشة رقم 2 وشاشة رقم 3 بيتم من خلالهم متابعة سير العملية الإنتاجية في مصنع الغذائيات الطبية والصناعية رقم 4 ورقم 5 لسيادتك مشرفنا بافتتاحه اليوم يا فندم. شاشة رقم 4 وبيتم من خلالها متابعة احتياجات المستشفيات وإمدادها بالأكسجين السائل. شاشة رقم 5 وبيتم من خلالها متابعة تحركات عربات الأكسجين والتأكيد على وصولها للأماكن المحددة لها في التوقيتات الزمنية المطلوبة. بالإضافة يا فندم إن منظومة متابعة تحركات عربات الأكسجين وفرت لنا السيطرة والمرونة في التعامل مع المواقف الطارئة، بحيث أكون قادر على تغيير خط سير عربية متحركة بالفعل وأوجهها في اتجاه الأمر الطارئ. شاشة رقم 6 وبيتم من خلالها مراقبة جميع الوحدات الإنتاجية ومحطات التعبئة وأرصفة التحميل في قطاع الغازات الطبية والصناعية على مدار ال 24 ساعة، وذلك لتجنب أخطار الصناعة. أيوة أمر فندم. قائد مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 5، أستأذن سيادتك في شرح مراحل سير العملية الإنتاجية. بتعتمد يا فندم العملية الإنتاجية على فصل المكونات الأساسية للهواء الجوي، وهي الأكسجين بنسبة 21%، النيتروجين بنسبة 78%، والأرجون بنسبة أقل من 1%. وده يا فندم بيتم من خلال أربع مراحل، مرحلة أولى ومرحلة تانية، وبيتم متابعتهم من خلال شاشة رقم 1 وشاشة رقم 2. مرحلة ثالثة ومرحلة رابعة وبيتم متابعتهم من خلال شاشة رقم 3 وشاشة رقم 4. في المرحلة الأولى من سير العملية الإنتاجية بيتم التخلص من الشوائب والأتربة من خلال مجموعة من فلاتر الهواء خارج عنبر المعدات، بعدها بيتم سحب الهواء من خلال ضغط الهواء التوربيني واللي بيرفع ضغطه ل 20 ضغط جوي. في المرحلة الثانية من سير العملية الإنتاجية بيتم فصل الرطوبة وأكياسيد الكربون وأكياسيد النيتروجين من خلال وحدة مجفف الهواء ووحدة فصل الرطوبة. في المرحلة الثالثة من سير العملية الإنتاجية بيتم تبريد الهواء وصولا لدرجات الإسالة التي تسمح بعملية الفصل من خلال توربينات التمدد. بعدها في المرحلة الرابعة والأخيرة بيدخل الهواء بدرجة الحرارة المنخفضة جدا إلى برج الفصل الرئيسي خلف توربينات التمدد خارج عنبر المعدات، واللي بيتم فيه فصل الأكسجين والنيتروجين والأرجون اعتمادا على الاختلاف في درجة الإسالة لكل منهم. درجة إسالة الأكسجين 183 درجة تحت الصفر، درجة إسالة الأرجون 185 درجة تحت الصفر، ودرجة إسالة النيتروجين 195 درجة تحت الصفر. وأثناء سير العملية الإنتاجية بيتم التأكد من جودة المنتج من خلال نظام التحليل الآلي، وفي حالة عدم مطابقة العينة لدرجة النقاوة المطلوبة بيتم التخلص منها آليا، وبعد الوصول لدرجة النقاوة المطلوبة بيتم الدخول على خزانات المنتج النهائي خارج عنبر المعدات. وأي أمر يا فندم. We'll be right back.
تمام يا فندم. محمد مدحت مدير التنفيذي عن وحدة أعمال الطاقة والتوكيلات شركة قرى إنرجي. إحنا شركة مساهمة مصرية متخصصة في الطاقة والمقاولات. أتشرف بالعرض على سيادتك منظومة محطة توليد الطاقة الثلاثية ومكونات غرفة التحكم الرئيسية. هدف المشروع يا فندم وهدف المنظومة هو تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي عن طريق فندم إن إحنا بنولد ثلاث أنواع من الطاقة في نفس الوقت. طاقة كهربية وبيتم استخدام المولدات عالية الكفاءة ثم استغلال عوادم المولدات يا فندم في توليد بخار ومياه مثلجة للعمليات الصناعية، وبكده يا فندم يبقى انتجنا ثلاث صور من الطاقة برفع كفاءة الإجمالية لتوليد الطاقة فندم. بالنسبة لغرفة التحكم الرئيسية متكون يا فندم من ثلاث مجموعات من وحدات التحكم. مجموعة رقم واحد يا فندم وهي المسؤولة عن التحكم في المولدات. مجموعة رقم 2 يا فندم المسؤولة عن التحكم في مساعدات التشغيل للمحطة بالكامل، ده بالإضافة فندم إلى مجموعة ثالثة بتحتوي على العدادات اللي بتقيس الطاقة المنتجة بالكامل والطاقة المستهلكة من شركة ناصر بالتزامن مع الشبكة الموحدة. إضافة فندم إلى مجموعتين من شاشات العرض. مجموعة رقم 1 فندم اللي بيحتوي على كل البيانات وأوامر تشغيل المولدات منظومة المولدات بالكامل. مجموعة رقم 2 فندم اللي بتحتوي على بيانات وأوامر تشغيل منظومة الغليات. وتقدر سيادتك فندم تطلع على مكونات المحطة من الداخل. المحطة يا فندم من الداخل ده عنبر المولدات بيكون من ثلاث وحدات توليد كهرباء. الوحدة يا فندم 9.5 ميجا وات قدرة كهربية. الإجمالي الطاقة أو القدرة الكهربية المولدة 27 ميجا وات. الفكرة الرئيسية يا فندم أنه بخلاف الطاقة المولدة من الكهرباء بيتم استغلال العوادم يا فندم من كل مولد. العادم يا فندم بدل ما يتم التخلص منه بدون الاستفادة، الطاقة الحرارية اللي في العادم بيتم ربطها يا فندم ما بين المولدات. كل مولد مربوط على غلايات بحيث ان طاقة العادم دي يا فندم تكون مصدر تشغيل الغلايات، وبالتالي نستفيد من الطاقة الحرارية في العادم في انتاج 5.5 طن في الساعة لكل وحدة بإجمالي قدرة من البخار 16 طن في الساعة بخار. وبيتم استهلاك جزء من البخار ده يا فندم في تشغيل وحدة تبريد للعمليات الصناعية سعة 430 طن تبريد، وبكده يا فندم يبقى انتجنا الثلاث صور من الطاقة من نفس مصدر الوقود. أوامر سيادتك. تحت أمرك يا فندم.
احنا في حوالي 5 دقايق هنحاول ندي لستك فكرة عن القطاعات اللي بتشارك شركة النصر في تأمينها عن طريق تأمين الخدمات المختلفة للمواطن في شتى القطاعات المختلفة. شركة النصر يا فندم بتقدم خدماتها من خلال 4 قطاعات انتاجية رئيسية: قطاع الغازات الطبية والصناعية، قطاع صناعة مياه الشرب، قطاع الأسمدة السائلة والصلبة، قطاع المبيدات الزراعية ومبيدات الصحة العامة. تفضل يا فندم. قطاع الغازات الطبية والصناعية شركة النصر بتقدم فيه خدمات توصيل الشبكات للمستشفيات سواء لغرف العناية المركزة أو غرف الرعاية الحرجة، وده يا فندم شكل الخدمة اللي بتقدمها الشركة عن طريق نقل الأكسجين سواء السائل أو تقديم الاسطوانات لمراكز الإسعاف، ودي عينات من المنظومات بتاعة الشبكات. شركة النصر كمان يا فندم في خلال جائحة كورونا قامت ب على المواصيل مطهرات جائحة كورونا. شركة النصر قامت بتسجيل 10 مطهرات كان لهم أثر كبير في خلال جائحة كورونا. شركة النصر كمان بتسجيل بإمداد قطاع البترول بغاز النيتروجين وغاز الأرجون. غاز النيتروجين بيستخدم في تنشيط الأبار لو قل الإنتاج بتاعها، غاز الأرجون لو سيادتك فاكر بتوجيهات سيادتك أثناء إنشاء حقل الظهر كان في أزمة في غاز الأرجون والشركة مدت حقل الظهر بغاز الأرجون، والحمد لله الشركة نجحت في توفير الكميات. ودي صور يا فندم للناس وهي بتعمل عمليات اللحام تحت سطح المية بغاز الأرجون. القطاع اللي بعد كده فندم هو قطاع صناعة مياه الشرب وصناعة مياه الشرب والصرف الصحي. الشركة بتمتلك إلى حي مياه الشرب سواء كانت بالشبكة الصلبة أو الشبكة السائلة. الشركة كمان بتقدم خدمة توصيل منظومات حقن الشبكة لمحطات المعالجة، وكانت كمان بتشمل خدمة زيارة صناعات البلوك لتغيير البلوك بتاعتها، وتقدر الفنيين بتوعنا هنا احنا بنشتري الماده الخام ونصنع البلوف بتاعه اسطوانات الكلور، ودي من شركه خاصه جدا. كمان يا فندم بنقدم خدمه توصيل الكلور لغايه محطات الشرب لكافه محطات الجمهوريه. احنا كمان يا فندم بنامن محطات الكهرباء بالصودا الكاويه وحامض الهيدروكلوريك اللي بيستخدموا في معالجه مياه التبريد المستخدمه في محطات الكهرباء. ده شركة سيادتك اللي منصوب بحق الشركة السيد ومنصوب بحق الخروج والمحطات اللي بتبقى بتستخدم فيها في معالجة المياه التبريد. وبعد كده نروح على قطاع مهم جدا وقطاع الاستشفاء. سيادتك منصوب بتاع المجمع الاستشفاء في السعودية وخليج الشركة الأضعف. صناعة الأسمدة احنا خدنا معانا صناعة الأحماض بأنواعها المختلفة. مدينة الحمد المركز محمد ودي الاحماض الاساسيه لمختلف الصناعات بتاعت الاسمده، فاحنا كمان بنقدر ننتج سماد المات والبات والكريستال اللي هو السماد المطلوب بكل انواعه والاسمده البوتاسيه في صوره كبريتات البوتاسيوم. وان شاء الله يا فندم في شهر مارس اللي جاي نكون انتجنا يوميا من اقتراض بالامونيا الجديده. كمان الشركه يا فندم عشان المشروعات العملاقه اللي بتتم في الدوله دلوقتي حاولت تواكب التوسع في الرقعة الزراعية وطرق الري الحديثة لأنها تسجل اسمها دوابة بالكامل وفي صورة سوائل وكمان منظمات نمو بأنواع مختلفة تقدر توفي باحتياجات الأرض الزراعية من نوع واحد من العناصر أو من أكثر من نوع، بس يبقى لها مردود اقتصادي أقوى بكتير على الفدان وكمان مستنيح منها بالوعدية دي. بعد كده هو قطاع المبيدات الزراعية ومبيدات الصحة العامة. الشركة من أقدم الشركات في مصر فندم اللي تنتج الصحة العامة ومبيدات الحشرية المنزلية. الشركة سنة 82 أنتجت أول قواقع عشان موضوع الهلاسيا. الحمد لله الشركة دلوقتي عندها مبيدات سواء كانت زراعية لمختلف الحشرات الزراعية، مبيدات صحة عامة بتصدر منها لأفريقيا وكان لها تأثير كبير في مكافحة الملاريا وحمى الوادي المتصدع.
كمان يا فندم المبيد الحشري المنزلي الأشهر في مصر اللي هو البيوسو. اتفضل. الشركة من خلال معاملها البحثية فندم هو الخدمة والنبات بحيث ان يتاخد عينة من النبات. ونقدر نحدد كمان اذا كان محتاج نوع معين من المبيدات. بالظبط كم هي؟ بالظبط كل ده احنا بنطبق بالفرش. المزارعين عارفين بالظبط كده. ايوه